أهلا بكم. بداية النشرة من التظاهرات ومطالب الشباب بتوفير فرص عمل لهم. ففي هذا الإطار تظاهر 100 من المحاضرين المجانيين أمام مبنى مديرية التربية محافظة المثنى للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن المحتجين اقتحموا مبنى المديرية وقاموا بإغلاقه تماما احتجاجا على عدم تضمين درجات وظيفية لهم ضمن موازنة الاتحادية، وطلبوا بحل مشاكلهم وعدم الاكتفاء بعطائهم منحة مالية.